بالنسبة لمحبين الألعاب والقوة والتميز وعشاق كروت الشاشة اللي بتعطينا أداء رهيب، اليوم معي كرت شاشة اسوس 2070 نسخة السوبر، رح نتعرف على كل تفاصيله بفيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، رجعنا بهذا الفيديو رح نحكي فيه عن واحدة من قطع البي سي اللي أنا بعشقها جدا، كرت الشاشة. يا جماعة ما في أحلى من كرت الشاشة، لكن قبل هيك أصدقائي لا ننسى باستمرار اشتراك بالقناة، دعم القناة من خلال أكيد الاشتراكات وإعطائنا لايكات للمقطع في حال عجبكم. ننتقل مباشرة للحديث عن الوحش الجديد اللي عندي بالقناة. جميعنا بنعرف يعني انفيديا وإيسوس والقوة اللي تطلع من كروت الشاشة اللي بيصدروا لنا إياها. خلينا نفتح صندوق بشكل سريع نتعرف على الكرت، نشوف محتوياته. عم نشوف معنا يعني أكيد كرت شاشة اللي يكون فيه معنا كرت الشاشة بشكل مباشر، تصميم الأنيق الرهيب الجميل اللي بيجي به ثلاث مراوح، تصميمه عنيف يا جماعة. بنفس الوقت لو نشوف المنافذ اللي عنا، في عنا 2 HDMI، في عنا 2 DisplayPort، 1 Type-C، ومثل ما ذكرت تصميم الكرت جماله فعلا هيك عنيف كثير. عندنا ثلاث مراوح، ايضا اضاءة الار جي بي من الامام موجودة. لو اخذنا تفرجنا عليه من العرض بنلاحظ انه الكرت فعلا حجمه ضخم وكبير، وفي علينا شوف كتابة الار تي اكس، وايضا في عنا بعض اللمسات بالنسبة للار جي بي من الخلف. شايفين كيف منظره الجميل مع لوجو اللي بيكون ايضا ار جي بي اسوس، وايضا في عنا هون سويتش بالنسبة لموضوع تشغل الاضاءة او تطفيها بشكل نهائي من خلال هذا السويتش، مع امكانية تحويل ايضا بين البرفورمانس مود والكويت مود، اللي هو انت اما بتخلي المراوح شغالة باستمرار، هذا الامر بيعطيك شوية نويز، لكن بنفس الوقت بيعطيك تبريد عالي، او بتخلي كويت هادئ ما راح تسمع شيء، لكن بتحس في بعض الارتفاعات بدرجات الحرارة. صراحة يعني تشغيل الكرت شاشة وبأقوى حالته ما أزعجني صوت أبدا، يعني عندي مراوح نفس الكيس الحمد لله مكفية وموفية، أما منه فعلا كان الصوت جدا منطقي. الآن حتى نختبر كرت الشاشة بشكل أكبر ونشوف إمكانياته لازم نروح نشوف البنش مارك تبعه، أيضا نجرب لكم ألعاب. لكن قبل هيك أصدقائي خليني أتوجه لأحكي بعض المميزات اللي بنحصلها بالنسبة لكروت الشاشة القوية هاي. والأداء القوي لهيك كرت بيقدم لنا تجربة لعب عالية، مثل ما شايفين الفرق عنا أصدقائي بين اللعب على 60 فريم، ال 144 فريم و 240 فريم، سلاسة على طول باستمرار، الفريمات العالية باستمرار. طبعا لازم تكون أكيد الشاشة عندك تدعم، بتقدم لك تجربة عالية جدا. يعني هاي هي فوائد الإطارات العالية أصدقائي، سلاسة، بتكون أنت لك أولوية خصوصا بالألعاب التنافسية أنك خلينا نحكي يعني تصطاد خصمك بشكل أسرع. الحركة السهلة، الحركة السلسة، ما في عندك تقطيع، هي من أهم ميزات اللي بتقدمها هي الكروت القوية. وأكيد الشيء الثاني المهم اللي بتتميز فيه كروت شاشة الـ RTX واللي هو Ray Tracing واللي هو تتبع الأشعة. عم نشوف مقطع جميل جدا للعبة ماينكرافت وكيف تتبع الأشعة غير من تجربة اللعبة بشكل كبير، كيف أعطانا حركة الأشعة نفوذيتها وفعلا واقعية جميلة جدا. فهي من أهم المميزات الموجودة بهذا الكرت. لا ننسى أنه الكرت بيجي بـ 8 جيجا من الرام، ولا شك أصدقائي أنه تجربة اللعب على هذا الكرت ما في عندك أي مشاكل بالنسبة للعب على دقة الـ 4K. أيضا بالإضافة للناس اللي بتحب تلعب ألعاب الـ VR بيقدم لك تجربة كثير جميلة. الآن خلينا ننتقل للتجربة الحقيقية لهذا الكرت، نشوف الفريمات كيف بيقدم لنا إياها، نشوف درجات الحرارة، نشوف الأداء بالألعاب وأكيد البنش مارك. طيب أصدقائي والآن بالانتقال للبنش مارك وتحديدا على دقة الفول اتش دي الهاي، خلينا نتفرج بشكل سريع اللي بيصير معنا بالبنش مارك. بصراحة أنا شايف الأمور تمام، ما في عنا مشكلة بالحرارة وأيضا ما في مشكلة بالفريمات. ناخذ لقطة سريعة والآن ننتقل لنشوف الشيء الأهم واللي هو أكيد النتائج. مثل ما شايفين معنا النتائج اللي حققها 13046 على الهاي، أقل شيء الإف بي إس انخفض لحد 47، أعلى شيء وصل 127، والأفريج كان واللي هو أكثر شيء بيهمنا 97. تمبريتشر أو درجة الحرارة أخفض شيء نزلت ل 49، أعلى شيء طلعت ل 66. بصراحة أداء أنا بشوفه جدا عالي متميز، ما في عندي أي مشكلة. أنا عم بحكي عن دقة الكثير من الناس بيلعبوا عليها خصوصا بالألعاب التنافسية، فراح يكون الأداء رهيب جدا. الآن ننتقل لدقة الـ 4K واللي أنا شخصيا بستمتع باللعب فيها خصوصا الألعاب اللي ما بتكون تنافسية وما بدها سرعة، بصراحة بيعطيني جمال وأداء رهيب. نبلش نشغل أكيد البنش مارك ونشوف كيف الأداء راح يعطينا إياه. بنظرة سريعة أنا شايف أيضا هون الأمور ماشية ومو ملاحظ في عندي أي مشاكل، لكن بيهمني إنه أشوف النتائج النهائية والأرقام اللي راح أحققها، نفس الوقت درجات الحرارة.
خلينا نلقي نظرة سريعة على الأرقام اللي طلعت معنا. مثل ما ملاحظين أصدقائي النقاط كانت 7879 وأكبر انخفاض حققه بالفريمات كان 38 أعلى شيء 72 والأفريج كان 58.9 يعني إحنا عمليا نحكي عن 59 وبالتالي حوالي في عنا ستيبل على 60 فريم بشكل جيد. درجة الحرارة مثل ما ملاحظين أخفض إشي كانت 39 على شيء 66 وهذا الشيء اللي راح ظني أذكره موضوع درجات الحرارة بهذا الكرت بصراحة ممتازة جدا ما في عنده أي ارتفاع وأعلى شيء وصل له هذا الرقم 66 بالألعاب تقريبا راح نشوف كيف وصل أعلى شيء إلى 64 مودرن وورفير. أول شيء خلينا نتفرج على الإعدادات إحنا حاطينها هون مثل ما شايفين عم بلعب أنا حاليا على دقة 2K والرندر أيضا على 2K. شغلة جديدة حلوة بالتحديث صار يعطيك انه بالمولتي بلاير كم مستهلك من نفس الرام وايضا بالوارزون كم مستخدم فملاحظين احنا الوارزون عنا اكثر لهيك رح نجرب الثنتين المولتي بلاير والوارزون ونشوف كيف النتائج رح تطلع معنا. يلا طيب اصدقائي خلينا نبلش الان مثل ما شايفين عنا كل شيء امامكم ظاهر درجة الحرارة الفريمات والان رح نشوف اللعب واسلوب اللعب. طبعا هي الماب جديدة خريطة جديدة بالنسبة للي بيعرف كول اوف ديوتي مودرن وورفير طبعا هذا مود المولتي بلاير لعبة بالنسبة لي أكثر لعبة مفضلة. أنا أنسى أصدقائي باستمرار بالنسبة للناس المهتمين بعالم الألعاب على طول بذكر في عندي قناة مخصصة ألعاب رابطها بصندوق الوصف اسمها كابتن جيمز إذا حابين أكيد تشوفوا لعب احترافي خصوصي بالشوتجن بهاي اللعبة وتتفرجوا كثير بحط فيديوهات عن كول أوف ديوتي. خلينا نكمل شوي نورجيكم أكثر وأكثر. هاي عملنا الفينش هيك حتى ننهي هاي التجربة والآن خلينا نروح أصدقائي للعبة ثانية. طيب أصدقائي على الوارزون مثل ما شايفين راح نبلش وارزون اكيد سنجل بلاير لحالي هاي كل الاعدادات قدامكم مثل ما شايفين درجة الحرارة الاف بي اس كله واضح امامكم خلينا ننزل ونبلش ونشوف. طبعا هي عبارة عن تجربة راح تكون بهمني انا الاعدادات والقوة كرت الشاشة اكيد مو اللعب وتفاصيل اللعبة. ننزل هون على ترين ستيشن اي معروف وارزون حاليا من الالعاب اللي ضارب بشكل كبير ومتميزة بشكل كبير صراحة تفاصيلها جميل اللعبة شايفين الاعدادات عم بلعب مثل ما حكيت على دقة 2K والفكرة هي استعراض اكيد قوة كرت الشاشة هاي الترين طبعا بالنسبة للي ما بعرف شو قصة الترين هذا بالتحديث الجديد حكون فيه مساعدات هاي في واحد نزل عليه ثم شايفين اصدقائي ما في عنا اي مشكلة هذا هو حاول نقرب عليه ونرميه تكون إصابات دقيقة. طيب أصدقائي كانت تجربة سريعة كثير للوور زون بس حبيت أورجيكم كيف عنا كرت شاشة يعني بكل بساطة شالها وتحملها. إحنا بنحكي عن دقة 2K عم نلعب ألعاب تنافسية عادة الناس بيلعبوها على الفول اتش دي. الآن ننتقل لآخر لعبة معنا. طيب أصدقائي واحدة من أكثر الألعاب المفضلة بالنسبة إلي أكيد Red Dead Redemption 2 هاي اللعبة يعني بصراحة حتى ألعبها لازم تكون 4K بعرف في عنا أحيان بصير في انخفاضات شوي هون بالفريمات بصراحة حرام تلعب أقل من هيك مثل ما شايفين هنا عنا الفريمات 47 ل 50 45 أقل شيء عم تنزل يعني معدل الفريم أنا بشوفه جدا ممتاز بالنسبة لهيك لعبة شوفوا جمال الطبيعة والصور فيها خليني أساعدكم أكثر يعني أكيد على الـ2K والفول اتش دي ما في داعي لأنه راح تكون ثابتة على 60 فريمات خلينا نمشي فيها نشوف الشيء اللي لاحظته بصراحة بكل الألعاب المتميز بهذا الكرت الحرارة يا جماعة ما طلعت عن الـ64 بأسوأ حالات ضغطوا فيها وهذا الأمر يعتبر جدا متميز. طيب بس خلينا نربطه ونتركه حتى ما يفكر مرة ثانية ينقل اخبار احنا ما عملنا شيء كل عبارة عن عم نجرب كرت الشاشة يا اخي. طيب اصدقائي هاي كانت تجربتي لRed Dead Redemption وللالعاب يعني بعتقد هاي الالعاب اعطتنا فكرة جيدة عن قوة كرت الشاشة ايسوس روج 2070 سوبر.
هذا كل شيء كان اليوم أصدقائي، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم واستمتعتوا فيه واستفدتوا. أكيد رابط شراء لهذا الكرت راح يكون موجود بصندوق الوصف حتى تعرفوا على السعر، بيختلف من دولة لدولة، لكن أنا حاطط لكم السعر اللي ممكن يكون أغلب الدول موجود فيها، فكل المعلومات راح تكون موجودة بصندوق الوصف. أعطيني رأيك بهذا الكرت، أعطيني رأيك بشكل عام بكروت الشاشة، أي كرت أنت بتستخدم. كان معكم عويدة من قناة Second Stick، لا تنسى باستمرار أكيد الاشتراك بالقناة ودعمنا بالإعجاب بهذا المقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.